ناخذ هذا المثال. هذا المثال هو او المساله بي 9 13 من اوكاتا. بي 9 13 راح احط هون اوكاتا مودرن كنترول انجينيرينج 5th اديشن حتى تكونوا عارفين. و9 معناها انه من شابتر 9 و بي معناها انه بروبلم مش اكزامبل. اي اكزامبل دي بروبلم. عندي A بتساوي ذا سيستم ناقص 1 ناقص 2 ناقص 2 0 ناقص 1 1 1 0 ناقص 1. B بتساوي 2 0 1 و C بتساوي 1 1 0. معناها Y شو بتساوي؟ X1 plus X2 مش هيك؟ ودي كانوا ضمنيا هون مش مذكوره فهي زيرو. لنفحص الكنترولابيلتي. فبدنا نطلع ايش راح يكون عندي في الكنترولابيلتي ماتريكس. راح يكون فيها بي اي بي راح يكون فيها بي اي بي اي بي سكوير. فبنضرب اي في بي ونضرب اي سكوير نضربها في بي حتى نطلع. عندي اي بي شو بتساوي؟ هاي في هاي مش هيك؟ ناقص 1 في 2 ناقص 2 ناقص 2 بتعطي لي ناقص 4. هاي في هاي عندي 0 0 1 وبعدين عندي هاي في هاي 1 في 2 2 ناقص 1 1 مظبوط. فتطلع ناقص 4 1 1. وبعدين بدي A سكوير. A سكوير بدها تعطي رح تعطيني رح اكتب الارقام هون مباشره ناقص 1 4 2 واحد واحد ناقص اثنين وناقص اثنين ناقص اثنين ناقص واحد. صار عندي شو الكنترولابيلتي ماتريكس الآن؟ M بدها تساوي أول شيء بدنا نحط B. B اثنين زيرو واحد بعدين عندي AB اللي هي ناقص أربعة واحد واحد. ما ضربناش إحنا A سكوير في B. A سكوير في B بتطلع معي 005. نتأكد منها. عندي A سكوير هيها هاي في هاي بتعطيني ناقص 2 وزائد 2 0. هاي في هاي عندي 2 وناقص 2 0. وآخر إشي ناقص 2 في 2 ناقص 4 ناقص 1 ناقص 5 ناقص 5 مضبوط. وبعدين عندي هلا بصير M بتساوي اي بي ناقص 4 1 1 وهي بتطلع 0 0 5. كم عدد الانبوتس وعدد الاوتبوتس؟ ناقص 5 ناقص 5. قديش عدد الانبوتس والاوتبوتس بهذا السيستم؟ 1 1 اوكي. هي واضح هي 1 هون و1 هون. فهذا السيستم 1 باي 1 ودي راح تكون الدامجز تبعتها 1 في 1. اذا 1 في 1 معناها ام ايش لازم تطلع؟ ان باي ان مش هيك؟ مش ان باي ان باي ار. ايش بدي افحص الان؟ افحص الرانك تبعتها بس لانها سنجولر ماتريكس لانها سكوير ماتريكس بقدر مباشره افحص الديترمنت. اذا ام الديترمنت بيساوي 2 ناقص 5 ناقص ناقص 4 زائد 4 0 زائد 0 ناقص 10 لا تساوي 0. اوكي اذا السيستم فولي ستيت كنترول. فولي ستيت كنترول معناها بهذا السيستم بقدر اتحكم تماما. كم ستيت عندي هون؟ 3 ستيت x1 وx2 وx3. كل ستيتس x1 وx2 وx3 بقدر اتحكم فيهم عن طريق نفحص الاوبزرفابيلتي. دكتور امتحان زي هيك يعني بدك تكون هاي المهارات متقن المهاره هاي.